بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا الاعزاء كيف حالكم ان شاء الله دائما بخير درسنا اليوم هذا اليوم هو عن حل وشرح اسئله اختبار الذكاء للتلاميذ الصف السادس الابتدائي المتقدمين من مدارس متميزين كليه بغداد العام الدراسي 2021 2022 ووصلنا وياكم لاخر سؤال باقي الاسئله تقدرون تدخلون على قوائم التشغيل وتستفادون من شرح وتوضيح وللسنوات السابقه ايضا كلها موجوده بقوائم التشغيل وشرح منهج كامل انجليزي سادس ابتدائي واول متوسط ثاني متوسط ثالث متوسط ويا وملخصاتهن بصندوق الوصف رابط مال المكتبه اشتركوا بقنواتنا الثانيه قناة اخوي عبد الله حيدر واختي سالي حيدر ده تشرح لكم كتاب فيليب كارتر ابو الالف سؤال كل يوم فيديو ان شاء الله تنزل لكم وياكم مستمره شكرا لله ثم شكرا لكم دعمكم تشجيعكم دعواتكم طيبه وتعليقاتكم الحلوه المحفزه المشجعه شاركوا لكي كي تعمل فائده ويستفيد الجميع نبدا بسم الله السؤال الاخير 20 ونودع هاي السلسله ان شاء الله اذا حاولنا نفيدكم باشياء اخرى مفيده ان شاء الله تابعوا هذه الصورة في المرآة لساعة ويظهر فيها الوقت بالشكل الآتي هاي الصورة مع الساعة بالمراية دشوفها انت هي بالواحد وعشرين وواحد وخمسين دقيقة الواحد وعشرين يعني بالتسعة آه واحد وخمسين دقيقة يعني بالعشرة الا تسع دقائق المفروض يقول فكم كان الوقت قبل ثلاثين دقيقة قبل ثلاثين دقيقة شقد كان يعني بالتسعة هو وعشرين دقيقة تسعة وثلث يعني كانت بس هذا الحكي كله خطأ وهو حتى بالاختيار ما حاط مال تسعة وواحد وعشرين دقيقة لعد الحل شنو؟ الحل انه هاي بالمراية يعني هاي معكوسة خل اشوف في... يعني لازم انت شو تسوي؟ تقلب صورتها تقلب شكلها خل اشوفكم اياها شلون اذا اردنا نقلب شكل هاي صورة الاسئلة من كانت من نشروها فاذا اريد اقلب شكلها اوكي راح اقلبها هذا هوريزنتال اللي هو آه, يعني افقي فشلون راح أقلبها هاي الافقيه راح آه, تتغير يعني شوف راح يطلع لان بالمرايه تعكس المرايه هي تعكس لي الاشياء فقلبتها شوف ايش راح تطلع طلعت لي ساعه بيش بال12 وربع 12 و15 دقيقه يعني 12 وربع 12 وربع نقص منها ثلاثين شون أنا انقص 30 في حال اني افكر بسرعه اوخر الربع ساعه صارت ب 12 واخر بعد منها ربع ساعه صارت ب 11 و45 اللي هو الجواب راح يكون الاخير اللي هو ها الجواب الاخير اللي هو ها اوكي راح تكون 11 و45 الجواب صحيح في حال اني لا اريد ورقه وقلم وهيك ايش اقول اقول هاي 12 وربع شلون اناقصها من تلا... ناقص من عندها 30 هاي ال 15 ما ينقص من معدها 30 لازم اداين من الداين من هاي ال 12 واحد ايش بقت هي بقت 11 هاي ايش راح تصير ما راح تصير مثلا 16 ولا راح تصير مثلا 25 لان الواحد اللي راح اخذه هو عباره عن 60 ف 60 و15 راح تصير 75 خمسة وسبعين ناقص ثلاثين إذا إيش راح يبقى لي؟ راح يبقى راح يبقي خمسه فهمنا الفكرة مال طرح الساعات هيك فكرتها ناقصت خمسة وسبعين من ثلاثين بقى لي خمسة وأربعين وهاي اللي هي اثناعش صارت دعش فهي يعني بالدعش وخمسة وأربعين الجواب الصحيح إن شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع تحياتي لكم مع السلامة